أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها أرسلت فريقا إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيماوي الذي وقع بمدينة حلب في نوفمبر الماضي. هذا وينتظر أن يرفع الفريق النتائج التي توصل إليها للدول الأعضاء في المنظمة فور الانتهاء من التحقيقات. بهدف جمع المعلومات عن الهجوم الكيماوي الذي وقع بمدينة حلب في نوفمبر الماضي وتحديد الجهة المسؤولة عنه، يجري فريق أرسلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا تحقيقات في هذا الشأن منذ مطلع ديسمبر الماضي. المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أكدت أن الفريق المذكور لا يزال يجري مشاورات مع النظام السوري منذ ذلك الحين دون أن توضح طبيعة هذه المشاورات ومستوى تجاوب دمشق مع الفريق. وبينما ينتظر أن ترفع بعثة تقصي الحقائق النتائج التي توصلت إليها للدول الأعضاء في المنظمة، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن بدء عملية المنظمة بآلية تحديد المسؤولية يهدف إلى إفشال عملية التسوية السياسية في سوريا وتغيير النظام فيها. المندوب الروسي ألكسندر شولغن استبق الإعلان عن نتائج التحقيقات بنفي أي مسؤولية للنظام السوري عن هذا الهجوم، لا بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك باتهام واشنطن ولندن وعواصم غربية أخرى بأنها تنتظر من المنظمة الدولية أن تتهم النظام السوري بارتكاب جرائم باستخدام الأسلحة الكيماوية للإطاحة ببشار الأسد وعرقلة عملية التسوية السياسية. وكانت موسكو قد سجلت في وقت سابق اعتراضات على قرار المنظمة الدولية استحداث جهاز خاص لتنفيذ صلاحياتها الجديدة المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي فسره كثيرون على أنه محاولة من روسيا لتجنيب حليفها النظام السوري أي مسؤولية عن استخدام الكيماوي قد تحمله إياه المنظمة مستقبلاً. هجوم حلب الكيماوي لم يكن الوحيد الذي يقع في سوريا منذ اندلاع الصراع في هذا البلد الذي أصبح ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، لكن يبدو أنه الأكثر إثارة للقلق ربما لجميع الأطراف التي تبادلت الاتهامات بارتكابه وليس فقط للنظام السوري وحليفته موسكو، فمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تجري التحقيقات بشأنه تمارس للمرة الأولى صلاحياتها الجديدة بتحديد الجهة المسؤولة عن استخدام هذا النوع المحرم من الأسلحة. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع على أمل أن ينضم إلينا ضيفي من لندن أستاذ بسام طبلية خبير بالقانون الدولي، لذلك سنتحدث قليلا عن عمل هذه المنظمة الآن، يعني هي بهدف جمع المعلومات عن الهجوم الكيماوي الذي وقع بمدينة حلب في نوفمبر الماضي وتحديد الجهة المسؤولة عنها، يعني خطوة يرى الكثير من المراقبين للمشهد السوري بأنها في غاية التعقيد، مع العلم بأن هذه الخطوة تكررت أكثر من مرة، يعني عملية استخدام الأسلحة الكيماوية تمت أكثر من مرة في المشهد السوري دون الوصول إلى معلومات وحقائق تؤكد أو تحدد الجهة التي قامت باستخدام هذه الأسلحة الكيماوية، ومن خلال كل هذه التعقيدات لم تقم أي جهة بمعاقبة الجهة المسؤولة أو حتى تحديد هذه الجهة التي قامت باستخدام هذه الأسلحة الكيماوية. إذن مشاهدينا، ينتظر أن ترفع هذه المنظمة النتائج ونتائج التحقيقات الأولية حتى تقوم باقي الدول بأخذ دعونا نقول يعني حيالة الحصول على أكبر قدر من المعلومات وبالتالي تحديد الجهة ومن ثم القيام بعملية، إن كانت هنا خطوات لمعرفة مرتكب هذا الهجوم إن كان في السابق أو حتى في الهجوم الأخير. هنا نتمنى أن يكون معنا ضيف مختص حتى يضيء أكثر على مدى فعالية هذه اللجنة في ظل مضي كل هذه المدة الزمنية وتحديد المواد التي تم استخدامها في خلال عملية القصف ومن ثم تحديد الجهة المسؤولة ومن يمتلك هذا النوع إن كان غاز أو إن كان غاز خردل أو أمور أخرى. هنا يتم التحقيق من أجل استخدام عينات وأخذ عينات من هذه المنطقة التي تمت استهدافها أو تم استهدافها مؤخرا. مشاهدينا، على أمل أن ينضم إلينا ضيف مختص سنتحدث أكثر بشكل
مختص، مع شخص مختص حتى يطلعنا أكثر على كل هذه المهام المنتظرة أو الواقع على كاهل هذه اللجنة التي ستقوم بدورها؟ هل هناك صعوبة للتحقيق في مثل هذه الهجمات العالقة أو العائق الحقيقي أمام حسم المسؤولية عن هذا الهجوم؟ وهل يعني ذلك أن التوصل للحقيقة صعب أو دون؟ طيب، أصبح جاهز معنا الآن دكتور علاء الدين الرشي من برلين، رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا. دكتور علاء، مساء الخير. دكتور علاء الدين، تحياتي لك. نعم معك. أهلا وسهلا فيك، تفضل. دكتور علاء، الآن الحديث عن جمع المعلومات عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في مدينة حلب، برأيكم بعد مضي كل هذه الفترة الزمنية، هل سيكون هناك بطبيعة الحال عمل أو عملية سلسة لتحقيق نتائج مطلوبة ومرجوة في هذا الصدد دكتور علاء؟ يعني أعتقد أن يعني ليس فقط ملف حلب، هناك مجازر كيميائية عديدة تم تنفيذها من قبل النظام السوري. هذا النظام المتهم أصلا بأنه حتى هذه اللحظة لم يكن دقيقا في تدميره لمخزونه الكامل من الأسلحة السامة. هذا النظام الذي ما زال التباطؤ والتواطؤ الدولي يمده بكل أسباب القتل الممنهج، الناس يموتون في الثلوج أو يموتون بأسلحته الكيميائية. بالطبع فتح ملف حلب أو الملفات الأخرى المغيبة إلى في هذا الوقت، لكنها ستفتتح كلها بحذافيرها وب كل مكوناتها في الفترات القادمة، لأن لابد أن يتم الإجهاز على هذا النظام الذي هو يحمل فيروس قتل نفسه بنفسه. الأمور ما زالت كلها سواء كان في السلاح الكيميائي أو في المجازر الأخرى. ماذا يعني منذ مدة قريبة تم اكتشاف مقبرة جماعية في أحد الأفرع الأمنية، أو لم يتم اكتشافها وإنما هناك تداول وتسريبات عن مقبرة جماعية لأناس مسالمين فقط اعترضوا سياسيا فتم قتلهم ودفنهم في فرع المخابرات في دمشق، المخابرات الجوية. الحكومة ممثلة ببشار الأسد هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لما يحصل من انتهاكات، حتى لو قلنا وهذا غير وارد أن بعض الجهات تحتمل أو تحمل السلاح الكيميائي غير النظام، إلا أن النظام دكتور علاء حتى نكون دكتور علاء حتى نكون منصفين هنا ونكون مهنيين وموضوعيين، يعني لو كان التأكيد كما أشرت حضرتك بأن يعني أنت جزمت بهذا الموضوع، إذن ما فائدة عمل هذه اللجنة وذهابها إلى مدينة حلب وآليات معينة وترتيب معين للوصول إلى حقيقة الأمر في نهاية المطاف دكتور علاء؟ يا أستاذنا الفاضل، بالطبع هذه إرادات دولية وهناك ملفات وهناك وثائق ينبغي أن تكون بيدهم لكي يتم التوجيه الرسمي والقانوني. هم من حيث المبدأ على ثقة بأن النظام المتهم، ولكن لابد من استخراج سائر الأدلة التي يعني تدين هذا النظام. هناك مناقشات حثيثة كانت حول مدى مصداقية النظام في تسليمه للسلاح الكيميائي، وهل النظام التزم أم لم يلتزم بهذا الأمر، والنظام أيضا يعمل كل فترة وفترة على إخفاء آثار جريمته كما حصل في الغوطة الشرقية وكما حصل في حمص وفي حماة وفي حلب. الأمور قانونيا ورسميا لابد أن يتم تطبيق خطوات إجرائية قانونية تنتقل من حيز الإدانة إلى حيز التوصيف الدقيق لمفاعيل الجريمة وكيف تمت. هم لا يشكون الآن، لا أحد يشك، حتى السيدة أنجيلا كين قالت يوما من الأيام أن الوثائق الخاصة لم تكن بالسلاح الكيميائي التي هي بحوزة النظام لم تكن مقنعة بأنها تم تدمير السلاح الكامل من قبل النظام. إذن هناك هم عندهم اتهام وهم يبحثون عن الأدلة التي ليست بعيدة عن النظام. النظام يعني إذا لن نكون منصفين إذا قلنا أن السماء تمطر كيميائي. طيب خلينا بهاي النقطة. طيب دكتور علاء، خلينا بهاي النقطة. في تقارير أكدت بأن العديد من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب تمتلك هذا النوع من الأسلحة، وحتى تم تقارير ذكرت بأنها دخلت حتى عبر الأراضي التركية دكتور علاء. يا أستاذنا الكريم،
كل ما يحصل من انتهاكات لا نبرئ منها أحد. هذه البيادق المأمورة والبنادق المأجورة التي تعمل عند تركيا ليس ببعيدة أن تشترك مع النظام في قتل الشعب السوري، متى كانت هي تعبر عن الشعب السوري ومتى كانت تركيا تحمي الشعب السوري؟ أنا أتحدث عن الرأس المدبر. إذا أنت أتيت أصلاً كل ما يتم الآن لا يمكن إبعاد توافق روسي أمريكي إيراني أسدي على ما يحصل. كل هذه القوى إيران وروسيا وتركيا وأمريكا مع النظام السوري هم الذين يتواطؤون تارة بإدخال المجانين عبر تركيا من المتطرفين السنة، وتارة بإرسال متطرفين شيعة عبر إيران، وتارة بغطاء جوي وقصف روسي، وتارة بتغاضي أمريكي. الدنيا كلها في سوريا ساحة مكشوفة. نعم هناك فصائل متطرفة راديكالية تحمل السلاح، لكن حتى هذا الأمر إن ثبت نحن ندينه، لكن ما دام الأمور عائمة والضبابية فرأس النظام يتحمل كل الجرائم التي تحصل في سوريا، سواء كان من قتل المعتقلين في السجون أو قتل الناس الأبرياء على الحواجز أو قتلهم بالسلاح الكيميائي. هذا نظام البراميل الكيميائية والأسلحة الكيميائية، وهذا مشهور دوليا. والآن نأمل أن يكون هذا العام هو عام الخناق الحاصل على رقبة النظام، رغم أن بعض التطمينات الدولية التي تقول لابد من استرجاع هيبة الدولة السورية وليس إعادة إنتاج بشار الأسد. طيب دكتور علاء، يعني إذا سألتك حول موضوع دعنا نقول العقبات التي تواجه عمل هذه اللجنة لتحديد الجهة المسؤولة حقيقة عن هذه دعنا نقول عمليات القصف واستخدام الأسلحة الكيماوية، يعني العوائق أو الموانع كثيرة. الساحة السورية ساحة ليست آمنة وساحة مضطربة جدا، وأيضا النظام يعمل على التعمية وعلى التورية وعلى إخفاء الأدلة. ثم أنك فوق كل هذا وهذا ليست هناك بصراحة آلية ملزمة دولية للمؤسسات أن تلزم النظام السوري بأن يخضع لأي تحقيق. هو يماطل وروسيا تتستر وأمريكا تتباطأ وإيران تمد وتركيا تعاون. هذا الجانب المظلم من السياسيين والإرادات الدولية هي كلها موانع لقيام تحقيق شفاف يثبت من هو المجرم. وطبعا أنا بالنسبة لي كإنسان من سوريا وكمواطن عادي أؤمن أن النظام الذي تواطأ مع تركيا على ترحيل الناس ديموغرافيا وقهرهم وقتلهم نفسيا في عفرين، وألجأ الناس إلى أن يحتكموا إلى سكاكين الراديكال المتطرف الذي جاءت به تركيا، أعتقد أنه ليس ببعيد عنه أن يستخدم كل أساليب الفتك الكيميائي والسلاح المحرم لقتل المدنيين. هذا النظام هو المدان قبل كل شيء، وأمريكا والأمم المتحدة فقط يسعفان دائما بأنهم قلقان من استخدام السلاح الكيميائي، ولكن على أرض الواقع ليس ثمة آلية تلزم النظام السوري بفتح التحقيق. عندما كنا في الغوطة الشرقية وكان لي أصدقاء يعملون في الجانب الإنساني، ودخلت بعض الفرق الدولية للاستكشاف فيما حصل في الغوطة الشرقية، كان النظام قد استطاع أن يسبق تلك الفرق ويحاول قدر الإمكان أن يخفي ما تم من ضربه الكيميائي للغوطة الشرقية. هذا كنت أنا على بينة وعلى تواصل مع أهالي الغوطة الشرقية وعلى دراية تامة فيما حصل. النظام هو أكبر معوق، التباطؤ الدولي هو أكبر معوق، طيب. التواطؤ الدولي هو أكبر معوق. دكتور علاء خليني أسألك سؤال أخير، يعني برأيكم في حال لو تم تحديد الجهة المسؤولة لاستخدام مثل هذا النوع من الأسلحة، طبيعة العقاب كيف سيكون وكيف سيتخذ هذا الإجراء وآلية تنفيذه حقوقيا دكتور علاء؟ بالنسبة لهذه جرائم حرب، وإذا تم هذا الأمر ويعني ثبتت وهو ثابت مبدئيا على النظام السوري، لن يكون لهذا النظام ولا لمن أمر يعني أياما بيضاء أبدا، سيعاقبون عقوبة يعني قانونية تليق بجريمتهم ويستحقونها. على أرض الواقع كما قلت لك من الممكن كما فعلت أمريكا عندما شكت بوجود أسلحة كيميائية في العراق، ضربت العراق وأسقطت حكومة صدام حسين. من الممكن لو كان هناك قرار دولي أن يتم تصفية بشار الأسد والزمرة الحاكمة معه. الآن على أرض الواقع قانونيا سوريا خارجة عن القانون،
لا يوجد قانون يحكمها إلا قانون توافق الإرادات الدولية، ولذلك من الصعب أن نتحدث عن قانون في ظل لا قانون، ولكن نتحدث عما هو يمكن أن يكون بالفعل. سيتم الإجهاز على رأس النظام متمثلا ببشار الأسد، لأنه هو رئيس القوات المسلحة، وهو الذي يأمر مع عائلته الأسرة الحاكمة القوى الفاعلة على الأرض. حتى قوات الرديفة التي كان يتغنى بها في خطاباته فهي تأتمر بإرادته وتأتمر بحكمه. الحكم سيكون إعدام بكل معنى الكلمة، ليس إعداما بمعنى حبل المشنقة، وإنما إنهاء وجود النظام بكل تفافيه وكل تحالفاته على أرض الواقع داخل سوريا. هذا ما يراه البعض بعيدا ونحن نراه قريبا بحكم سنن الواقع والتاريخ والسياسة التي تحكم هذا الواقع وهؤلاء السياسيين. ضيفي من ألمانيا دكتور علاء الدين الرشي، رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل الكلام القيم الذي أنرت حلقتنا بها لليلة. مشاهدينا، موعدنا يتجدد على رأس الساعة.